ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ يعني يدخل في الإنسان، يلابس الإنسان، يلابس الإنسان ويدخل فيه، كما قال جل وعلا: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهو يدخل في الإنسان، الجن والشياطين يدخلون في الإنسان إلا إذا استعاذ بالله من شرهم، وإلا فإنهم يلاطفونه ويدخلون منه. والله أعطاهم قدرة لم يعطها لبني آدم، يطيرون في الهواء ويروحون في الجو، ولهم قدرة ويتشكلون بأشكال وألوان. نعم.